لك انا هاي الاسوار قدمت لك اياها هديه وطلعت من خاطري. لا يا معلم، انا ظنيت بوقت من الاوقات انها هديه، لكن يظهر انها كانت ثمن. غيابك بهالشكل انا ماني مستعد انتظرك ابدا. لك كل رجال كل العالم بيسهروا بيرجعوا على بيوتهم وما بتواجههم زوجاتهم بهالطريقه هي. ولو انا ما بقبل وماني مستعد اقعد بين اربع حيطان وجوزي سهران لوش الصبح وين ومع مين ما بعرف. كفو عليك منا لو قدر حقلك شي اللي بتحلمي فيه من سعادة وأمان. بس لا تكمل رافقني للباب. لا هدي شوي أرجوك يا هني رافقني للباب. نبيلة دي بقى نيكولا انت كيف متحملتيني؟ عم اكسب فيك سوا. لك وينك؟ مهما حاولت ومهما حاولوا ما راح يتأثر نجاحي ابدا وما راح تقدروا تشوهوا كل اللي انجزته. عم تفهم؟ لسه بتقول نجاحي وشركتي ومعملي؟ هذا مو معمل ابوك يا بشار، هذا معمل البلد كلها. اذا كان في نجاح بيكونوا العمال هن السبب، واذا كان في فشل بتكون انت. هاني انا ما بسمح لك. بشار لا تنسى اني اكتر وحدة بتعرفك. انت مخبي عني شي؟ ابدا. يمكن قعدتك بالمستشفى عم بتخليكي تتوهم. ما في شي. دكتور نظمي
من الشركة. ومن هاني كمان. بشار بشار لا تتهرى، ديروا الشكل عندي. إلي شو القصة؟ في لجنة تحقيق من التفتيش عنا بالشركة. تحقيق؟ ليش؟ ومع مين؟ مع عزت ونافع والسكرتيرة، وفي كمان واحد تاني. بشو عم يحققوا؟ اسألي هان، لأنه أكيد هو ورا الموضوع. مستحيل مستحيل هان يفكر يأذيك. لا بفكر، لأنه أحمق وصار لعبة بين إيدين رضوان وعمر، واتهم عزت ونافع بأنه أخذوا له بحثه، علما هن اللي أخذينه رضوان وعمر. ما بعرف كمان إنه متعرف لي أنا معاون وزير. أكيد هاني هو ورا الموضوع قاصد أو غير قاصد. سمية هاني عم بيحاول إنه يحطمني. قلت لك لسه ما إجا. بعدين الأستاذ عزت والأستاذ نافع مشغولين. على سربنا اليوم لأصحابك إن كان عزت وإن كان نافع، انه اذا بتنقص صفحة واحدة من دراستي رح اعمل له مشكلة الى اول ما لاخر. هلا الاثنين ما لهم فاضيين الك ولا مشاكلك، عندهم اللي مكفيهم. بعدين حضرتك قلن انا مالي علاقة. عم تضحكوا؟ الدراسة ما التقت وانتو عم تضحكوا. يظهر صاحبنا مو هون بنوب. شو مالك دريان انه التفتيش عم يحقق مع لبنى وعزت ونافع؟ شو مع لبنى وعزت ونافع؟ انا بعرف انه عم يحققوا مشان الانتاج. لا، التحقيق المرة بالعقود والشراء والتوريد. طيب وبشار؟ بشار هو اللي مصدق على تقارير اللجان يا هاني. يعني مبدئيا متهم بالتقصير والإهمال. مبدئيا بشار آخذ مصاري من نافع. مستحيل. إذا ثبت إنه دين ما بيكون في تواطؤ. بشار مستحيل يمد إيده لقرش حرام. على كل يا هاني، التفتيش ما بيظلم حدا، أما بالنسبة لدراستك فعلي أنا أجيب لك إياها. الأمر واضح يا هاني، رفيقك أحوج ما يكون إلك اليوم لكلمة تشجيع، لموقف ودود. هو كان غرقان بالمشاكل بدون ما يدرى. أنا واثق من هالشي، ويبدو كل شي عملته أني زودت له مشاكله. اللي بعرفه أنه حاولت جهدك تنصحه. حاولت فعلا يا هنا. حاولت بالاتهام، بالقسوة، حاولت بالتفاهم، بالمودة. شايفتك قاعد عم تلوم نفسك كأنك أنت السبب بمشاكله. لا أبدا، بس أنا كنت طرف يا عولا، أو أحد الأطراف اللي وجعت له راسه. بسيطة. إذا أنت مدين له باعتذار، بأسف، بتشجيع. أما عن ورطه فما لك علاقة فيها. وبعدين؟ بعدين قوم روح لعنده، قوم واقف جنبه. بالمناسبة يا عولا، حدا قال لك انك اكثر من رائعه؟ ما حدا قبلك كان له حق يقولها. والله كانت تسطيحتك بغرفتك اريح يا ماما. شوي تاني ده اخر من الحيطان. انا فايته اطمن على مها. ماما مو عاجب اسمها. إيه بس نحن عجبنا. على كل حال الحمد لله على سلامتك، وأهلا وسهلا فيك ببيتك. اشتقت له بهالكم يوم، واشتقت لك. أنا جنبك. كيف الأحوال بالشركة؟
تركينا مسيرة الشركة هلا، المهم تكوني بخير. متضايق؟ يعني بشار، في شي بيمسك؟ بيمسني؟ لا يا سمية، أنت بتعرفيني كويس وبتعرفي كل شي. لكان إلهم يحاسبوك على فترة عملك بس. يمكن المشاكل كلياتها تمت بفترة استلامي. شلون؟ بعض العقود وقرارات لجان الشراء هي موضوع تحقيق، وأنا موافق عليها كلها. بشار طمني يا سمية، أنا مهمتي كانت الموافقة وبس، وما كنت عضو باللجان. مين هاد؟ مساء الخير لأحلى أم. أهلين هاني. كيفك يا سمية؟ الحمد لله، يسلموا إيديك. ولو شلون الأستاذ بشار؟ مليح ماشي الحال، تفضل. لك شو بكون؟ ما بشوفكن إلا مثل الديوك، ودائما الحق علي، دائما بتدخل بشغل جوزك، ودائما بيتحمل لي، دائما بزعجه ودائما بيصبر علي. إذا بشار ما تحملك وإنت ما صبرت عليه، مين ممكن يتحمل ويصبر؟ إيه بشار، شو الأخبار؟ قصدي أخبار الشركة والتحقيقات. شو أخبار دراسك وبحثك اللي انضاع بالأول؟ كعمرين البحث ما يكون لك بشار، هذا الشيء بيتعوض. المهم أنت، أنت جد عم تحكي؟ طبعا، شو ببارك لك؟ يعني مو انت سبب التحقيق بعد ما ضاعت الدراسة؟ انا؟ معقول تفكر هيك لك بشار؟ انا اساسا دريت بالتحقيق من معاون الوزير قبل ما اكتشف انه الدراسة ضاعت. بعدين انا ما بعرف الدراسة مين اخذها لحتى اتسبب بالاذى. معقول تصدق انه هاني ممكن يضرك؟ اي انا ما بصدق. مين له مصلحة بالتحقيق لكان؟ ما في غير رضوان وعمر. أو أنت يا بشار. أنا؟ إيه أنت. هلا إذا اكتشفت إنه في تلاعب بالعقود أو سمسرة، ممكن تسكت؟ طبعاً لا. وغيرك كمان ما بيسكت. لسه في خير بهالناس يا بشار. إذا كان في تلاعب فأي إنسان بيبلغ عنه هو إنسان شريف، ومو قصده يأذيك طبعاً، إلا إذا كنت أنت. أبداً، أنا ماني متورط. أكيد بشار. عم تحكي صح. طبعاً. أنا كان هاد أملي فيك على فكرة. الحمد لله. شكرا يا هاني. البحث تبعك ضاع، والشركة قايمة قاعدة، وقعد صديق إلك رح يفشل، وإنت وأبوك على خصام دائم. يمكن أفهم ليش مبسوط. أولا أنت قاعدة قدامي، الله يحفظك. ثانيا الشيء اللي عم بيصير بالشركة لصالح الشركة، وصديقي رح يفشل كمدير لكن رح يستفيد كتير كإنسان. شو كمان؟ بين الأب وابنه ما في خلاف دائم. يعني كل شيء حلو؟ كل شيء تمام؟ خصوصي أنت. أنا ما عندي مانع أبداً أسمع من هذا الحديث، تفضل. اسمحي لي يا أنس يا أولا أني أمنحك شرف إعجابي بطلعتكم البهية، وأني شو هاد هاني؟ اليوم كل شيء متوقع مني، أنا حذرتك من لما خبرتي. بس لا بس ولا غيره، هذا حق من حقوقي المشروعة. مين اللي أعطاك الحق؟ أنت. أنا؟ علا هاني
شو صاير لنا اليوم؟ بسيطة. ولا صدقيني أحلى شيء بهالعمر لما بيكتشف الإنسان إنه بيحب. فهماني شو اللي مضايقك؟ طيب إذا بابا بده يسافر ويروح يشم هوا مثله مثل كل هالناس، شو فيها هاي؟ يا بنتي أبوكي غير كل هالناس، كان دائما يخانق معليش، هذا طبعه، دائما عابس كمان معليش، بس دائما كان مرجوعه لهالبيت. أما هلا صار بده يسافر شهر بحاله، لا هذا معناها في شيء. هي مو شغلة ضيقة خلق، هي شغلة تانية. شغلة تانية؟ مثل ايش؟ أبصر. أكيد أكيد هانت عليه العشرة، واللي بتهون عليه العشرة هذا بيخاف منه يا صفا، بيخاف. هاي موجودات المعمل وهي الطلبيات اللي عنا، وفي مع أحمد أرقام تليفونات الموردين، وانت في معك رقم تليفون سامح بيك. بتريد شي غيره؟ لا 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 عمي، اطمن اطمن وريح بالك كأنك موجود. أحمد هو المسؤول عن الصالة وعن العاملات وعن الخيط وعن الإنتاج، وانت يا صهري بتلبي له كل طلباته. على عيني عمي. ما بدي أوصيك يا أحمد، جمال غشيم بالمصلحة، لذلك أنا معتمد عليك. تكرم يا معلمي، والشغل والإنتاج رح يكونوا كأنك موجود. بتريد شي تاني؟ لا. بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. توصي شي من برا؟ سلامتك. طيب ما استغربت ليش تكررت الأسماء بمعظم لجان الممارسة ولجان الإقلاع وفض العروض والمناقصات؟ أبداً يا أستاذ، يمكن لو ما تكررت هالأسماء كنت رح استغرب، لأنه عندك المدير التجاري هو عضو المحاسبة، ومدير الإدارة هو مدير إنتاج بنفس الوقت، بعدين في عاملة بالمحاسبة. قصدك سكرتيرتك؟ من أقل من سنة، بس قبلها كانت بالمحاسبة. بعدين يا أستاذ، إذا إجاني كتاب أو اقتراح من مدير الإدارة وعليه تأشيرته، المفروض شو ساوي؟ المفروض وافق. ليش؟ لأنه هو أكثر خبرة مني بالأمور المالية وأمور العقود، صح ولا غلط؟ صح وغلط أستاذ بشار. الصح أنك أنت تسأل وتستفهم وتستشير رجال الإدارة عندك، وصح أنك توقع، لكن الغلط أنك تظن أنه هذا شيء بيعفيك من المسؤولية. أنت مدير عام، يعني آمر صرف، وتوقيعك مسؤول. حماك يا أستاذ، وأنا مسؤول فعلاً، بس اللي بدي أفهمه أنه أنا غلطي وين بالتحديد؟ يعني أرفض التوقيع مثلاً؟ طيب شو العلاقة المالية بينك وبين المدير التجاري؟ أبداً يا أستاذ، الرجل أقربني سلفة استشار بيت، وسددت لحد هلأ 3 أقساط من السلفة، بعدين الإصرارات موجودة معي. طيب يا أستاذ بشار، بالجلسة القادمة رح يكون التحقيق من هيئة الرقابة والتفتيش، وبإمكانك استشارة محامي، وأنا هذا اللي بنصحك فيه. طيب أستاذ، شكرا على نصيحتك، وأنا شايف أنه مو لازمني محامي أبدا، لأني بالأصل ماني متهم. طيب شكرا. اسمح لنا. أهلا وسهلا، شرفت. شكرا، مع السلامة. Yeah.
تواطؤ، رشوة، اختلاس. أنا يا ظالمين، أنا إمتى أخذت منكم ومن غيركم فرنك واحد بس؟ ومين قال لك إنه نحن أخذناه؟ كلها كم هدية؟ يا نافي على ما في مجال للعب بالكلام، لازم كل شيء يكون واضح قدام لبنى وإلا منروح فيها. نعم لبنى خانوم، كان في عمولات وأنت وصلك نصيبك. أنا وصلني؟ عدي بمحلك. إيه نعم وصلك. الحلقة، الخواتم، الأساور، التياب، البرفانات، الهدايا بكل مناسبة، كل شيء لبستيه، كل شيء أكلتيه. لا، هي كلها هدايا من نافع. الهدايا أول، لما كان نافع بده منك شيء، لكن بعدين بعد ما توظفتي ما عاد في هدايا، ما عاد في لزوم للهدايا. هي كانت حصتك وانت بتعرفي تمام شو كنا عم نعمل، وكنتي خايفة ما ينكشف الأمر، وكنتي خايفة من هاني، ما هيك؟ ليش؟ لأنه في شيء بيخوف. طيب أنا مستعد اتحمل اللي بيصير علي واللي بيجرى عليك انت يا عزت، وانت يا نافع اللي بيجرى عليكم بيجرى علي. لذلك اسمعي وافهمي شو راح اقول لك ما دامت رجلينا بالفلقة سوا. اسمعيني حتى نطلع منها مثل الشعرة من العجين. ايه لبنى حبابي، اسمعي عزت وافهمي، لانه هذا السبيل الوحيد يلي بخلينا ننفذ من ريشنا. يعني لسه في قدامنا امل؟ طبعا، لو ما كان في امل ما كانوا تركونا. اسمعي، ويلي بدي لك يا بدك تعيدي قدام المحقق كلمه كلمه، اوعيك تنسي شيء ولا تغيري كلامك مهما حاولوا، مهما ضغطوا عليكي. فهمتي؟ مبسوطين، مبسوطة فعلاً يا هاني، ورح أشتغل بعد التخرج ورح نصير عائلة. عن جد؟ ما بتصور قديش فرحتيني أبوك. طبعاً، وإلا لقاش الزمالة والصداقة. ماشي نبيلة، بتمنى لك كل سعادة إلك ولا لأسرتك. شكراً كثير. استاذ رضوان،
أرجو أنك تقرأ الأمر هاد. بس يا أستاذ بشار، أرجوك يا مهندس رضوان، أنا ما زلت المدير العام ومن صلاحيتي أني أوكل لك أي عمل باعتباري رئيسك، لذلك بتمارس صلاحية معاون المدير أو بالأحرى عمل المدير العام لحتى يخلص التحقيق المفتوح. بالمناسبة أنا أخذت موافقة المؤسسة العامة والوزارة بهالخصوص. طيب يلي بتشوفه. لذلك من اليوم أو من اللحظة هي تبدأ بتمارس عملك. حاضر أستاذ رضوان، أرجو أنك ما تكون مستأمني. أستاذ بشار، لا لا لا، ما في داعي للتبرير أو النفي، نحن بمعظم الحالات كنا على طرفي نقيض. يبدو أني أسأت استعمال سلطتي وكنت غير منصف تجاهك وتجاه الآخرين. حاولنا يا أستاذ بشار، حاولنا أنه نوقف جنبك، حاولنا بجد أنه نصحح بعض المفاهيم، لكن للأسف كان الطريق أمامكم مسدود. على كل حال يا مهندس رضوان، أرجو يعني أرجو أنه ما يكون حكمكم قاسي علي. أبدا أبدا. أهلا وسهلا، مع السلامة. قلتلك بتجهزي هدية لسمية، خلص. انت اعملي مثل ما عمل لك. ايوه، شي لوحة ظريفة هيك من لوحاتك، طبعا لفيها ورق هدايا. انا هيك اكتر من الرؤوش كمان. ايه طيب طيب، سلامات. مرحبا هاني. اهلا استاذ رضوان. يا هلا. سلامات استاذ عمر. ولاد حلال. باركت لمعاون المدير العام. قصدك الاستاذ رضوان؟ طبعا، صاحبك طالع له امر اداري. اكتشفت انه قدم استقالته لمدير المؤسسه العامه وخلاه يوافق عليها، واخذ الموافقه لمعاون الوزير الدكتور عرفان ورتب الموافقه ودبر تسميتي معاون مدير عام. بشار خساره، كان ممكن نستفيد منه بألمام. فعلا. تفضلوا عدو. بشار خسارة فعلا، لأنه شغيل، لأنه طاقة كبيرة، بس الطريق اللي مشي فيه قصير كتير. الدروب القصيرة، المهم انه بشار استفاد، استفاد من هالتجربة، استفاد على اكثر من صعيد. انتو كمان استفدتوا، صار واضح انه العناصر الجيدة والخبرة النقابية ما لها بديل باي معمل او منشأة. بس انت يا هاني اللي خسرت دراستك وبحثك. لا لا، بالنسبة للبحث والدراسة علي انا اجيبه، بس معاون المدير العام يساعدني. بلشت النقابة تضغط. ولا حتوقف عن الضغط ابدا. عن جد رح تدور على الدراسة؟ وهلا فورا. تفضل. تفضل يا انسي لبنى. تفضل يا هادي. بظن انه هي اول مره بتدخلي فيها مقر اللجنه النقابيه، ما هيك يعني انسه لبنى؟ فعلا. عملنا هون يا انسه له شقين. الشق الاول انه نمثل العمال ونحكي باسمهم ونتبنى مطالبهم وندافع عن حقوقهم. الشق الثاني انه نسعى لتطوير وزياده الانتاج.
يا ترى هالشي خطر ببالك؟ طبعا طبعا يا استاذ عمر، اكيد. للاسف لا، مو صحيح. المهم انا الي معك كلام كزميل وكعضو لجنه نقابيه، مهمته انه يحميكي ويمنعك من التورط اكثر. بس انا ماني متورطه. انت متورطه يا انسه لبنى، وانا خايف انك تتورطي اكثر، لانك مالك بخبره وذكاء وحنكه التانيين. أبظنها أن تفهمي علي. إيه ما يعني أنا. يا أنسة لبنى، نحن ما لنا ظلام وما لنا قيمين على الناس. الظرف اللي خلاكي ترتبطي أو ترتبط مصلحتك بعزة ونافع ما بيهمنا. اللي بيهمنا إنه هالظرف هاد خلاكي تكوني بصفه، وأنت مالك قدهن أبدا. ليش أنا في شي علي؟ أولاً يا آنسة، كونك عارفة بالتواطؤ بكفي إنك تكوني شريكة فيه. الشغلة فيها أكثر من عقوبة، فيها قانون وفيها حكم وفيها عقوبة بالحبس. بس أنا صدقني أنت متورطة يا آنسة. مزبوط، بس أنا مالي دور. المطلوب منك تحكي كيف تورطتي وشلون طلبوا منك. أنا أول ما أجيت على الشركة. لا لا لا، مو قدامي يا أنسة، في جهات أخرى ممكن تحكي قدامها. حاضر. وأوراق الأستاذ هاني موجودة عندي، جيبيها هون وخلينا نطلع على الوزارة. صباح الخير بابا. صباح الخير يا ابني. بابا في شيء يا هاني؟ بابا ممكن تأجل سفرك كم يوم؟ لا. ليش؟ ممكن اني اخطب. ها؟ مبروك. الله يبارك فيك بابا. هو ولسه بابا ما صار شيء، كنت منتظر لحتى تصير في فرصة مناسبة اني خبرك واخذ موافقتك طبعا، ولحتى تروح تخطب لي انت بنفسك. وما جاء الظرف المناسب الا وقت سفري بابا. ما هو لهلا ما صار الوقت مناسب، انا كنت منتظر لحتى وقت سفري انا، لكن بابا اجى سفرك انت هلا وخلاني عجل بالموضوع. اسمع يا ابني، انت اكيد بدك كان يكون جنبك، يعني مجرد شغله شكليات، بناء عليه وجودي معك ما رح يقدم ولا رح ياخر. اختيارك هو مسؤوليتك، وأنا شخصياً موافق على كل شيء بيرضيك. ثم مين وأنا حتى يكون لي رأي بحياتك؟ لا يا بابا، أنت أبي، أنت صاحب كل فضل علي، واللي مفني وفيه حقه مهما حال. حكي يا ابني حكي. أنا اللي عملته معك كان واجبي كأب، لذلك رح سافر وأنا مطمئن وموافق على أي قرار بتتخذه. يا سيدي اعتبر أنك ما خبرتني. ثم هي أمك عندك، وأنت البركة فيك، صرت شاب واعي فهمان ما بيخاف عليك. وحتى ريحك أكتر، أنا رح بترك لك مع أمك مبلغ محترم من شان كل شي بتحتاجه، حتى لو نويت تتجوز بغيابي.
خسارة يا بابا، كنت متمنى كتير تكون موجود. معلش يا ابني، معلش معلش، الأيام جاي. كان هاللقاء ضروري فعلا يا هاني بينك وبين نبيلة. فعلا كان واضح انها مرتاحة ومبسوطة. تعرفي شوفتها هيك وضحكة على وشها عن جد ريحتني كثير. وريحتني انا على الاقل. هلا ما بتشعر باي ذنب. الحياة ابقى يا هاني، الحياة بدها تستمر. فعلا حياتي لازم تستمر. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اهلا. علا خطيبتي. شلون خطيبتك؟ الظاهر هاني اتخذ قرار من جانب واحد. وعلى طريقة الجاهلية. قالوا يا علا حضري لوحة هدية لسمية. وكوني جاهزة كأنه لساتنا بالعصر الحجري. لا، وعم يقدمني كخطيبته وهذا الشيء لسه ما حصل. تفضلي. شرف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شرفتك بشار. هاي اللوحة هدية من الآنسة علا اللي لسه ما صارت خطيبتي. بسطتي هيك؟ شكرا للآنسة علا اللي خلتنا نشوفك بالأول، وبالطبع شكرا لك على الهدية وعلى احتمالك هاني، ومؤكد هذا شيء صعب كثير. أكيد أكيد أنتوا بتعرفوه أكثر مني. أوه سأليني إلي. أوعى كنت تصطوطوا حياة هاني. ها أه. في إله هون سند كبير. بس أنا عتبان عليك يا هاني. لا أوعك تتركيني إله عم. لكان مو عيب عليك لحد هلأ لتخليني شوف علا؟ هلأ إيش أنا عم يصير لي شوفها بالأول. إمتى رح تخطبوا؟ والله يا سمية على الأغلب ما رح يصير خطبة. شلون؟ مين فاضي لخطبة ولا غيره؟ خلص زواج على السريع.
أنا رتبت كل شيء. يعطيك العافية. إذا عاوز شيء قولي. سلامتك. يا أم هاني أنا هالسفرة لازمت لي ضروري كتير. شو علي؟ يا نظيرة أنا من يوم ما عيت عالدنيا وأنا من عند المعلم للبيت ومن دكانة أبي للبيت ولما كبرت وفتحت المعمل صرت من البيت للمعمل ومن المعمل للبيت كبروا أولادنا كل واحد صار له حياته الخاصة وأنا لساتني من البيت للمعمل ومن المعمل للبيت. يعطيك العافية. هذا اللي بده ينجح بحياته بتربية أولاده ليش بصير غير هيك؟ ما قلت لا بس أنا مليت حاسس حالي رح بختنق صاير ما عم بقدر بتحمل حدا وخصوصي أنا جوز اني قسيت عليكي مو بس هيك قسيت على صفاء وعلى هاني حتى قسيت على نفسي كمان بس هالسفرة ضرورية لازم غير جو الله معك مالك زعلاني؟ نزعلت ولا رضيت؟ ماشي الحال حكيت معاني؟ حكيت معه وراح بترك له معك شي 100,000 ليرة خطي بده يخطب ويتجوز يا دوب يكفوه أيوة جميع أعضاء المجلس الإنتاجي الأسماء موجودة عندك بالإدبار يا عبد السميع الاجتماع بكرة الساعة 12 أيوة الساعة 12 وتأكد أنه كل واحد يوقع التبليغ تفضل طيب شكرا يا عبد أهلا أستاذ هاني مبروك الله يبارك فيك مبروك استاذ رضوان اهلا عمر اهلا الاستاذ رضوان لسه ما عرف يركن ورا المكتب خليك ورا مكتبك حتى ما يقولوا قليل هيبه لا سلي يا استاذ رضوان خليك على راحتك مثل ما انت اهلا وسهلا تفضلوا طلبت قبل شوي اجتماع المجلس الانتاجي بكره احسن شيء بتعمله
بس يكون بعلمك استاذ رضوان كل شيء لحاله. ها بالاجتماع نحن بعرف انتم لجنه نقابيه ونحن اداره. صح. تفضل استاذ هاني، هاي هي دراستك. يعني رجعت الدراسة كاملة مكملة، مو ناقصة ولا حرف. لبنى بس لمعلوماتك، لبنى أكدت إنه الأستاذ بشار كان جاهل بكل شيء دبروا عزة ونافع، وإنها كانت توقع لهم من دون ما تشارك بأي اجتماع. بس يا أستاذ رضوان، هذا ما بيعفي بشار من المسؤولية، ولا بيعفيها إلها كمان. لذلك التحقيق هلأ بأواخره، ورح تكون شهادة لبنى ذات وقع كبير وأثر كبير. المهم بشار ما له متهم لا بالتواطؤ ولا بالمشاركة. لا أبدا، الاتهام الوحيد هو بالتقصير وعدم الإحساس بالمسؤولية. بس الثلاثة عزت ونافع ولبنى، فأكيد رح يكون في جرم مسلكي وربما يكون جنائي. ماشي، أنا مضطر أستأذن لأنه بيطلع المطار. بكرة إن شاء الله بنتهي من الشكل النهائي للدراسة. يا أهلين. يا أهلا. بالإذن. بس أوعى تنسى النسخة، ها؟ لا ولا أقول. مع السلامة. إيه سيدي، بنرجع لاجتماع بكرة. المفروض إنك صرتي من جانبهم، ليش خايفة؟ رح يكون في محاكم ونيابة ومحامين، ورح تشوفي انك ما طلعتي منها، وانه نحن اللي رح نطلع منها يا لبنى خانم. انا بريت زمتي وحكيت اللي صار، انا الحياة كلها قدامي، اما انتو مصيركم الحبس. تفضل. يعني قلبك صافي من ناحيتي يا سمية؟ طبعا حبيبي. شو متوقع لك؟ مع اني كنت اناني وقت انا بشار، انت مريت بتجربة صعبة كتير، والحلو منها انك نافت واستفدت. كنت ضعيف يا سمية، كنت ضعيف رغم كل تظاهري بالقوة والنصر والنجاح. بشار، هذا الحديث انتهينا منه. أبدا يا حبيبتي، ما لازم نبتسم. أنا ما كنت شايف غير حالي، أنا ما كان يهمني حدا غير حالي. معقول إنه كنت غبي لهالدرجة؟ معقول إنه كنت بعيد حتى عنك؟ بشار، أنت ما كنت بعيد عني أبدا، على الأصح أنا اللي كنت بعيدة عنك. الم...
المهم ما كان بشار وسمية ابدا. وبتمنى انه ما يتكرر هالشي. ما راح يتكرر. انا بوعدك وحياتك ما راح يتكرر. اهلا يعني. اهلا. مرحبا خالو. اهلا خالو، تفضل. تفضل دكتور. تفضل تفضل. شرف. اهلا وسهلا. خير. الموضوع بسيط جدا دكتور. التقيت الدراسة؟ الدراسة التقيت وانطبعت وصار في نسخة عند مدير مكتبك ونسخة عند الدكتور نظمي ونسخة عند الأستاذ رضوان. عارف، وأنت راح تسافر؟ دكتور هذا الموضوع بتوقف على حضرتك. ليش؟ جوازك جاهز والتأشيرة جاهزة وأنا وقعت على انفكاكك. مزبوط دكتور، بس لسه الموضوع بتوقف على حضرتك. شلون؟ ناوي أخذ هالصبية معي. شلون؟ شو هي شنتاي السفر لتاخذها معك؟ انا شنتاي خالو. ايه ما سمعتي شو عم بيقولوا؟ بده ياخذ الصبيه معه. شو فيها؟ ياخذني معه. هي بهالبساطه؟ لا بالعكس، الموضوع دكتور معقد كثير. في اعقد من انه الواحد يتزوج ويطلع لزوجته جواز سفر وياخذها وما بعرف شو. استاذ هاني، إذا مو عاجبك هي طريق المطار. على مهلك علي خالو، على مهلك. إن إحنا ما عرفنا شلون خليناه يعلق فيكي. لا تربية. لا تخاف، واقع على رأسه الشك. طيب شو المطلوب مني؟ المطلوب دكتور إنك تروح تخطب لي إياها، أو فرض مرة زواج على السريع. وشو رأي علا؟ مثل ما بيقول هاني، ليش أنا صدقت لاقي مين يتخذ القرارات نيابة عني؟ هذا حتما مؤكد. أنتوا اثنين مفصلين لبعضكم وأنا جاهز، المطلوب مني مستعد أقدمه. ما دخلك بيني وبين خالي؟ ليش أنت عندك خال مثل خالي؟ انت لك احسن خال بالدنيا لانه له احلى بنت اخت بالعالم. وراح يكون عندنا دجاج وارانب وقطط وراح نربي حمام وكلاب. لا كلاب ما بدنا، راح نربي بوب صغير راح يكون اخ او اخت.
بعض.